صباح الخير صحباتي الغزالات الفنات اللي كيشوفوا هاد لا فيديو. بغيت نقول لكم كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، وما تنساوش انكم تخليو لاختكم رجوه واحد اللايك زوينه في حالكم، الله يسهل عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مورنينغ روتين، وهذا صوت عندي ولا لا ما نكذبش عليكم، كان عمره مليون مره وكان فيه مليون مره. شكون لي في حالي تقولها لي في لي كومونتير، وانت ما كتشوفوا ضروري ما نشدو التليفون كندوز على كاع لي زابليكاسيون اللي عندي، كنمشي كنشوف واش عندي شي جمايلات نجاوب عليهم، كنجاوب على لي ميساج الزويونه ديالكم، وكندخل اليوتيوب حتى هو كنشوف لي فيديو. المهم ضروري كندير دوره شرفيه على كاع لي زابليكاسيون اللي عندي، ما كنسخاش نوض. قول يا رجل شكون لي كيسخي نوض في هذا البرد، مازال الصيف كصافي كتقنطش تبغي تنوضي. هي البنات في البرد ما كتقدريش تنوض، كما قلت لكم يا البنات ما كنسخاش نوض من الكاشه. هنا شعلت لكم الضو باش ما بقاش لكم مظلمه هكاك، ومازال كنبركك ومازال كندور. والله يا البنات ما نكذب عليكم، ما غاديش وقيلا تحسوا بيا حيت انا راكم عارفين فين ساكنه، راه واحد البرد، واحد البرد كي الصباح عندنا راه خيالي بزاف. قزقوزي بنات راكم عارفين في لي فيديو ديالي كاملين ضروري ضروري معاك كنوض، خاصني نجمع فراشي، ما يمكنش يا البنات حيت لبشت حتى خليته تتبقى عندي شي شي حمل فوق ظهري، الا مشيت فطرت وصليت وداك الشيء وانا مازال ما جامعش بيتي كيبقى عندي شي حمل، خاصني ندخل البيت ونلقاه نقي وكل شيء فيه مقاد. باش كيعطيك البنات واحد اش غادي نقول لكم، كتحسوا واحد الاحساس زوين بزاف والله، كتحسوا بالراحه، كتدخلوا كتلقوا لا شومغ ديالكم مقاده. شوفوا يا البنات خدوها من عندي معاك نوضي، ما حلش الشرجم، انا راه ما بغيتش نحل الخشب اصلا، خاصني ندور دوره شرفيه عاد نحل الخشب، حيت درت ديك الشبكه بلا سلسله بلا تشيك تشيك، فخاصني نبقى كل مره ندور. صافي دابا البرد خليته هكا. صحباتي ضروري ما نعطروا الجو، ضروري ما نعطروا راسنا فاش نفيقوا نجمعوا فراشنا وداكشي، نديروا واحد الريحه اللي تكون خفيفه، هذه كتحمق، غير شريوها ديال الصيف وتقدروا ديروها حتى معطر ديال الجو وفي الحويجات ديالكم باش كنحيدوا الريحه ديال الناس ودابا يا صحباتي غادي ندوزو باش غادي نتهلاو في الوجه ديالنا. غادي نغسل وجهي بهاد جي نيتوايون ديال بيادي، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كيعطي واحد الاشراقه وكيبيض ديال البنات وكيحيد العطاش، راه شحال من وحده خداتو وشكرته بزاف. وضروري كندير فولارا حيت ما كنحملش نوصل شعري، ونقصو بالماء بيان سور، ملي كنتوضى راه كنحيد ونعاود ندير. غادي نوريكم البنات هاد الدونتيفريس هذا زوين بزاف، وهاد الشيشه ديال السنان زوينه ديال سانسودين، كتغسل السنينات من داكشي اي شيء حتى الراس ديالها صغير كتكون كتغسل زوين. وهاد السنينه كيدير غير 5 دراهم يا البنات، خذوه كيخلي واحد الانتعاش واعره في الفم. وغادي ندوز باش غادي نغسل وجهي ديالي، وغادي تشوفوا من مورا الاشراقه اللي غادي يعطيني هاد جي نيتوايون يا البنات، راه كيحمق ورخيص وكيدي لكم يا البنات، وكريمي ما كيخليش نهائيا الوجه مقشبر ولا مقشر. شوفوا يا البنات الاشراقه اللي كيعطي وكيخلي الوجه رطب رطب، خذوه على حسابي وتفكروني انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. وغادي ندوز يا البنات باش غادي نتوضاو، هذا ضروري واحد الروتين اللي كنديروه كل نهار، واللي ما كتصليش غير تنوض وتزام وان شاء الله حتى تولي فيها وتولي عندك روتين يوم تقدريش تستغني عليها، لان الصلاه كتحميك بزاف لدرجه انني والله العظيم كنحس ان شي حاجه، يعني شحال مره الطوموبيل تيكون يقيسني شي حاجه ولا كنقيس شي واحد وربي تيحفظني. البنات وبالنسبه للصلاه راه خصك غير تصلي بحاجه اللي تكون فايته الركبه فاش تحني، ما يبالك حتى شي حاجه، حيت بزاف البنات قالوا لي لا خصك تبقى تصلي بالطويل، هادي راه كنصلي البنات بالطويل، غير خاص الحاجه تكون فايته الركبه باش فاش تحني ما تبان حتى شي حاجه. صحباتي دابا غادي ندوزو باش غادي نشبعو الكريشه ديالنا، كيما كتشوفو كريد الخبز بانيني، غادي ندير بحال برانش ديال القاوي تقريبا، يعني غادي نحط كلشي حتى الزبيده زوينه يلاه شريتها انا وماما. وهاد الكونفيتور كيحمق ديال المرجان، مكتوبه فيه مرجان، داير بحال الكونفيتور اللي كيصايبو لينا والدينا. وهاد الجبنه هذا ديال المراعي حتى هو فن، غادي تلقاوه في بيم، ما عرفتش واش كاين في لي غروند سيرفاس الاخرين. وصافي البنات انا حاولت انني نخلط ندير ملوحه مع الحلاوه، درت الجبن حطيت عليه الزعتر ودرت معاه زويته بلديه وسلقت بيضه، حاولت انني ندير بروتينات ونستافد مزيان حيت غادي نفطر دابا تقريبا حتى ل 12 ونص. علاش درت هادشي كامل وفطرت معطله؟ حيت ماما دايره الحمص باللحم الراس وانا ما كيعجبنيش، يعني خصني نفطر مزيان باش الغدا نديرو على خاطر خاطري. Control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby.
كنتمنى تكونوا لحد الان مستمتعين معايا في هاد الروتين، وهبطوا لي كومونتير وقولوا لي نتوما الروتين الصباحي ديالكم كيفاش كيدوز عافاكم. كل وحده تكتب لي الروتين ديالها الصباحي، اشنو كدير، فين كتمشي، واش كتقرا، واش كتمشي للخدمه، وعافاكم يا البنات. ما تنساوش بقاو ديما تخليو لي تعاليق زويونين، وبقاو تخليو لي لايك، راه غير تشجيع منكم. سولوا اي واحد لايك، ما كنتخلصوش عليها، فقط كتشجعني ملي كنشوف لايكات بزاف انني يعجبكم الفيديو، وغادي نبقى نحط لكم فيديوهات من دوك النوع وفيديوهات بزاف. وعليكم يا البنات بالماء، ضروري تشربوا الماء. الماء كيغذي البشره، كيغذي الشعر، كيعطيكم واحد الطاقه يا البنات. الماء راه ميمكنش، ديما شربي الماء بزاف بزاف. السعاده ديالي هي ملي كيكون غادي يوصلني شي كوموند، كنكون فرحانه بزاف لانني اي كوموند كنكون كنتسناها بفارغ الصبر، سورتو الحوايج كنت غادي نوريها لكم، من الفيديو جا طويل. صحباتي الفنات، حنا كنا غزالات ولكن ضروري نتهلاو في لابو ديالنا باش كيعجبنا راسنا. راه حنا كنا فنات وغزالات وما ناقصنا حتى شي حاجه، وكل واحد عنده زين ديالو، ولكن ضروري كنبغيو نتهلاو في راسنا، نبغيو نشوفو راسنا زوينات، مقادات، دايرين ليكرون، دايرين بانيتانت، يعني اشياء بسيطه كتخلي واحد السر يطلع، وكيخليك هكا فرفوشه، وكيدز النهار ديالك زوين، كدوزي في المرايه كتشوفي راسك، كتلقاي راسك زوينه. جربي انك ملي كتنوضي كتلقاي مشي النهار كامل ما كتحمليش راسك، ولكن ملي كتكوني مقاده وداك الشيء كيعجبك الحال بزاف. ديما يا البنات تهلاو في راسكم، ديروا كريم ايدغاتون ديالكم، ديروا بانيتان، ديروا كيكر خفيف باش النهار ديالكم كيدوز زوين. سواء كنتي مزوجه ولا ما مزوجهش، راه راسك غادي تحاسبي عليه. خصك تقادي راسك، تكوني نقيه، تقادي وجهيه ديالك، تقدي الشعر ديالك، ولو يكونوا الوليدات، ولو يكون الطياب، ولو يكون اي حاجه. كما كتعطي وقيه للوليدات وكتعطي وقيه للطياب، خاصك تعطي وقيه حتى لراسك. انت اللي كتفرجي فيا المزوجه، ما تقولي لي حتى شي سبب، كتعطي وقيه لوليدك، كتوكليه وتشربيه، حتى انت عطي وقيه لراسك، وقادي راسك وديري قرينات. وهذه راه واخا ديري 50 عام، حنا كنا كنبقاو بنوتات وصغيورات. شكون اللي متفقه معايا تهبط لي كومونتير وتقولها ليا. عافاكم يا البنات، كنتمنى هذا الشيء يكون كيحفزكم، سواء كنتي مزوجه او لا عازبه، ديما تهلاي في راسك، ديما الشعير يكون مقاد. وشي بنات يا البنات، شي بنات ما كنحملش فيهم هذه القضيه، ماشي كلشي، ماشي بنات كتخلي راسها كتعم مره في السيمانه وتا الشعر ديالها كيتالق ويتلصق ويعطي ريحه الشعر، ما خصوش يبان نهائيا معلق، ما خصوش يبان نهائيا مزيت، الا ما كنتي بيان سيغ هذا ما خارجاش. بحال مثلا كنكونوا جالسين في الدار، بعض المرات كيدير حتى توصل 4 ايام شعرنا تيتزيت عادي ما فيها باس، ولكن باش نبقاو سيمانه كامله شعرنا مزيت، لا يا البنات لا، راه حتى الدراري ما كيحملوش داك الشيء، رجاله ولا الدراري ولا اي حاجه راه كيلاحظوا هاد القضيه. الشعر ديالك ديما يكون نقيقي ومغسول، الا تزيت لك شويه ديري ليه قرينات، ماشي انت مزيت لك ملبط. كنشوف شي بنات ملبط مزيت ومع ذلك طالقه وغادا، لا يا البنات ما ديروش هاد الخطا. وشوفوا يا البنات الشعر تبارك الله كيفاش ولا، رجعوا الفيديوهات شحال هادي شعرك كان ولا شطابه، ما كنتيش تقدري تشوفي فيه. دابا تبارك الله اللمعان والطوال وقوى ديال بصح، وما بقاش كيطيح ليا. راه كنستعمل نيت لا مارك ديال بياضي، غادي نخليها لكم البنات في لي كومونتير، راه هي اللي كندير السيروم ديالها وكلشي. واحد لافغيونس، واحد قوي قوي، شعري كتحسي به مهدهد بزاف. الا بغيتو ندير لكم روتين ديال شعري قولوها ليا في لي كومونتير. شوفوا يا البنات الفرق ما بين قبيله ودابا، قبيله كنت بحال شي كنت ما فيا ما يتشاف شعري مشكك هادي، لابسه داك الكبوط صافي، فطرنا صلينا ونتهلاو في راسنا شويه، وبخطوه بسيطه درت البنيته ودرت هذاك لانكلي، راه زوين بزاف البنات ياخذوا، وانا بنت غزاله ومفرفسه. اكيد يا البنات من مورا ما ساليت كلشي الشقه، داكشي ما بغيتش نوريه لكم باش ما يجيش الفيديو طويل. صليت، شقيت، عاونت ماما، جيت نرتاح، مايمكنش نبقى انا واقفه النهار كامل، وراه وقتي اولى، نفسي اولى بيا. والقران يا البنات عافاكم، قولوا لي تبارك الله عليك في لي كومونتير، راني وصلت للنص ديالو، ان شاء الله غادي نختمو، غادي نقول المهم طرح خصكم تجيبوا لي كادو، غادي نختمو ان شاء الله. البنات واخا تشوفوني كنلبس وهادي، راه بيان سور انا كندير اخطاء الله يهدينا كاملين، ولكن راه ما كنساش الواجبات ديالي مع الله. واخا تشوفوا ما عاد شنو ولا شتو الصباغه، راه حتى كنكون توضيت عاد كنصلي. فيا البنات كنقرا في الليل، كيعجبني نقرا في الليل، وراه احتراما انك ديري الفولار وانت كتقراي، مي ماشي حرام اني نشدو وانا ما دايرهش الفولار. وغادي ندوز يا البنات دابا واش غادي نرتاح، هذه لقيت اللي كنحمق عليها، كنتكمد في الكاشه وكندوز كنمشي للهنود كنموت على الهنود. شكون بحال اللي تقولها لي في الكومنتار وكنبدا نشطح، عرفتوا دابا ملي ساليت الفيديو حيت الكاميرا بديت نشطح. واحد الاغنيه زوينه بزاف ديال نوره فتحي خرجتها مؤخرا، زوينه بزاف. يلا باي باي، شكرا بزاف اللي تفرجتوا فيها.